المجموعة الاقتصادية في مجلس الوزراء ناقشت النهاردة مشروع الموازنة العامة الجديدة 2017-2018. الموازنة الجديدة بتبلغ حوالي 1.1 تريليون جنيه. بصراحة أنا ما كنتش عارف التريليون يعني كام جنيه، فالزملاء عندي في الكنترول قالوا لي التريليون 1000 مليار جنيه. دي الموازنة الجديدة، ويتوقع أن الناتج المحلي الإجمالي هيتجاوز 4 تريليون جنيه. بحسب مشروع الموازنة السعر النهائي للدولار هيكون 16 جنيه، يعني سعر الدولار في هذه الموازنة الحكومة خلته 16 جنيه. هذه الميزانية هي الأضخم في تاريخ مصر، وبيقل فيها حجم العجز عن 10%، ومعدل النمو المستهدف فيها بيصل إلى 4.8%. الموازنة كمان بتتوقع خفض معدل البطالة إلى ما بين 11 و12% خلال العام المالي الجديد. دكتور عمرو الجرحي وزير المالية قال إن حجم فوائد الدين في الموازنة الجديدة هيكون 380 مليار جنيه. ده يعني فوائد الديون مش الديون نفسها. يوم الأربعاء هيجتمع مجلس الوزراء لمناقشة مشروع الموازنة، وبعدها هيتم عرضها على الرئيس وإرسالها للبرلمان. معايا الأستاذ ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب. أستاذ ياسر مساء الخير. أهلا أستاذ عمر. أهلا بحضرتك أستاذ ياسر. أبرز ما لفت نظرك في هذه الموازنة الجديدة وموقفكم أنتم كبرلمان منها؟ احنا اهم حاجه تهمنا في هذه الموازنه ان برامج الحمايه المجتمعيه لحمايه محدود الدخل هتزيد عن الموازنه القديمه اللي احنا شغالين فيها حاليا. طبعا نسبه العجز يعني نتمنى ان الكلام اللي احنا سامعينه انها تقل عن 10%، ودي لو حصل الكلام ده يعني هتبقى حاجه تحسب لهذه الحكومه. برامج الحمايه الاجتماعيه حضرتك بتقول دي اهم حاجه بالنسبه لكم. بالنسبه لنا طبعا. طيب عشان محدود الدخل. ما هو ده برضو يعني جاي منين؟ يعني ما هو الحكومه هتجيب منين؟ مزوده الدعم بتاع برامج الحمايه الاجتماعيه، ومزوده دعم الخبز. دعم الخبز النهارده وصل قرب 60 مليار جنيه. يعني كل الحاجات دي كلها عشان محدود الدخل بقدر الامكان ما يتأثرش بالإصلاح الاقتصادي اللي احنا بدأنا فيه في 3/11. طيب فيما يتعلق أيضا بنسبة البطالة وتقليل نسبة البطالة لمعدل ما بين 11 و12%. طبعا يعني نسبة البطالة يعني المعدلات بتاعتها احنا نتمنى انها تقل عن كده، بس طبعا يعني انت لسه بادئ من 3 شهور الإصلاح الاقتصادي بتاعك، فمتوقعين تدفقات استثمارية اعلنت عنها وزيره التخطيط امبارح في اجتماعها مع السيد الرئيس انها تزيد عن 646 مليار جنيه. التدفقات الاستثماريه دي اكيد بتخلق فرص عمل، وبالتالي هتقلل نسب البطاله. طب هل يعني حجم الدين المحلي والسعي والمساعي والجهود نحو تخفيضه ده هيكون عن طريق زياده الضرائب على الناس؟ لا 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 لا، بص حضرتك برضه عشان اطمنك، الضرائب مش مفيش حاجة تتغير فيها، مفيش زيادة في الضرائب على أي مواطن. قوانين الضرائب اللي موجودة دلوقتي مطلوب من مصلحة الضرائب، واحنا الكلام ده بعتناه لهم رسمي، إن هم يفعلوا الأداء بتاعهم بحيث إيه يحصلوا من الناس المتهربة ويدخلوا الناس اللي هي مش داخلة في منظومة الضرائب خالص داخل هذه المنظومة. يعني الزيادة اللي متوقعة في الضرائب النتيجة هتبقى حسن أداء لمصلحة الضرائب مطلوب منها السنة الجاية دي. نعم، بشكرك شكرا جزيلا.